بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 17 في مذاكرة كتاب المنتقى للمجد أبي البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية الحراني رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية القزع والرخصة في حلق الرأس. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوا كله أو ذروا كله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا لي بني أخي. فقال: فجيء بنا كأننا أفرخ. فقال: ادعوا لي الحلاق. قال فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذا التبويب من المصنف رحمه الله في كراهية القزع، والقزع مأخوذ من القطع، ومنه قزع السحاب أي قطعه. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، فقاطعه الأعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وما زال يستسقي حتى رؤي بياض إبطه. يقول أنس: فوالله ما في السماء من قزعة. هذا الشاهد: فوالله ما في السماء من قزعة، أي ما فيها من قطعة سحاب، فما هو إلا أن خرجت سحابة من وراء سلع فتوسطت فانتشرت فمطرنا ولم نرى الشمس سبتا، أي بين مطر وديم. فهذا هو المراد بالقزع من القطعة. وقد فسره نافع ها هنا بحلق بعض الشعر وترك بعضه، وهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل في النهي أنه للتحريم، وقد أورد المصنف في هذا الباب ثلاثة أحاديث: حديثين عن نافع، حديثين عن ابن عمر، والثالث عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم. والقزع كانت من عوائد الجاهلية، وقد رجعت الآن بقوة، وذلك أن يخفف المخفف أطراف شعره تخفيفاً كثيرا حتى يشبه الحلق ويبقي فروة رأسه، فهذا نوع من أنواع القزع. وفي زماننا هذا حرم هذا الفعل لأمرين: الأمر الأول لأنه وقوع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا لما فيه من التشبه بالكفار، لاعبين أو مغنين أو ممثلين أو فاجرين، فلما وقع هذا الفعل على جهة التشبه ازداد تحريمه. وفي الحديث، حديث جابر عند أبي داود وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال: باب ما جاء في كراهية القزع. كراهية عند السلف هي التحريم، حتى جاء بعد ذلك كراهية التنزيه فيما له صارف عن النهي إلى شيء آخر. وحلق الرأس كله، أي لا يحلق بعضه ويترك بعضه. ومن العجائب والغرائب
ما نراه من بعض الأعاجم في رمضان لما كان الناس يتزاحمون على الحرم، تجد منهم محرما وقد حلق ربع رأسه وأبقى الأرباع الثلاثة، أو حلق نصفه وأبقى نصفه، يقول هذه لهذا العمرة والباقي للعمرة التالية. فهذا مع ما فيه من المخالفة في القزع فيه أيضا أنه لم يتم نسكه، لأنه لا بد من تعميم الرأس كله، إما حلقا وهو أفضل وإما تقصيرا. أما ما يفعله هؤلاء الجهال فهو غلط، وعمرته التي حلق فيها ربع رأسه أو نصف رأسه لم تتم حتى يعم التقصير أو الحلق لجميع الرأس. قال: وعن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، والأصل في المنهيات التحريم. قيل لنافع وهو راوي الحديث عن الصحابي، والعلماء يقدمون تفسير الرواة من الصحابة من رواة الأحاديث للأحاديث على تفسير غيرهم، وأبلغ التفسير تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لحديثه، يليه تفسير الصحابي، يليه تفسير التابعي، ونافع من التابعين. قيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. رأس الصبي، هذه الإضافة للتخصيص لا تفيد القصر بل للجميع، فالقزع يكون للصغير والكبير، للصبي وللبالغ. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوا كله أو ذروا كله، يعني احلقوا الشعر كله أو اتركوه كله. وهذا تأكيد للرواية السابقة، تأكيد لها، والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، أبوه الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب، أشبه الناس بالنبي خلقا وخلقا، وهو الذي قتل في معركة مؤتة قائدا لها بعدما قدم من الحبشة بسنة، حيث قدم عبد الله بن جعفر ومعه بقية المهاجرين للحبشة منصرفه عليه الصلاة والسلام من خيبر، وقال: ما أدري والله بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم عبد الله بن جعفر. وكانت زوجه أسماء بنت عميس رضي الله عنهم، وقد جاءت من جعفر بثلاثة أفرخ: عبد الله وأختاه، عبد الله وأخوه وأخته. يقول عبد الله: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات جعفر بثلاث، أمهل آل جعفر ثلاثا، آله من هم؟ زوجته وولده، أول من يدخل في الآل الزوجات، كما قال جل وعلا في آية هود: رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت إنه حميد مجيد. والخطاب فقط لمن؟ لسارة، وليس لإبراهيم وقتها إلا سارة، فهم أهل بيته، فأول من يدخل في آل الرجل زوجه، ثم بنوه وبناته. وفي هذا رد على الرافضة الذين يخرجون زوجات النبي عليه الصلاة والسلام من آله لبغضهم لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، بغضهم لعائشة وحفصة رضي الله عنهما استجروه لبغض جميع الزوجات. ليه؟ لأن عائشة بنت أبي بكر، ولأن حفصة بنت عمر رضي الله عنهم، وبغض زوجاته عليه الصلاة والسلام من بغضه هو، لأن زوجاته عرضه وهم أهله. قال: أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم، يعني لم يأتيهم بعد موت جعفر، مع أن الذي نعاه هو النبي عليه الصلاة والسلام،
وهو الذي قال لأهله اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. من آله؟ زوجته أسماء وأفراخه أي بنيه. اصنعوا لهم طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. لو كان عندهم خدم لما انشغل الخدم، لكن صنع الطعام لمن أشغلهم الحزن عن أن يعدوا لأنفسهم طعام. في زماننا صارت مباهات وعزايم ولايم، يعزمون الناس عند أهل الميت، الله يحييك نعشيهم ونغديهم. وهذا الفعل الذي بهذه الصفة ضرب من ضروب النياحة. فقد روى الإمام أحمد بإسناد الرجال هو ثقات عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، وإنما الطعام الذي يصنع لهم هم خاصة لا لأضيافهم. تبي تمرجل وتعزم، اعزم الأضياف في بيتك، لا تجعل شأنهم عند أهل الميت كأن الذي عندهم فرح ما هو حزن. وتوسع الناس في هذا الأمر حتى أنك تقبل، ما تدري الذي عندهم هو حزن ولا فرح، من العزايم وإيقاد النيران والقهاوي، استئجار المقهوين والزل والكراسي، هم من بالصواوين، إلى أن وجد من يجعل عزاء آل فلان في القاعة الفلانية، الرجال في المحل الفلاني والنساء في المحل الفلاني. هذا كله من عمل الجاهلية، وهي من النياحة الفعلية. مر علينا أن النياحة نوعان، قولا وفعلا. القول بالصوت، إما صراخ أو نحيب أو راح عزنا أو راح عمودنا أو راح ظهرنا. ومن النياحة الفعلية ضرب الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور وإقامة الولائم على هذا النحو الذي نبهنا عليه. قال ثم أمهلهم ثلاثا أي ثلاث ليالي ثم أتاهم ثم قال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحد أحد على ميت فوق ثلاث إلا المرأة على زوجها. وهذا أمر لهم بالصبر والتصبر لما نال جعفر رضي الله عنه من هذا النوال العظيم في الشهادة. ثم قال أدعوا لي بني أخي، يعني أولاد جعفر، عبد الله وأخوه وأخته. فدعا بالحلاق فحلق رؤوسنا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. حلق رؤوسهم لينظفهم، ولأن هذا الفعل إنما يكون من الوالد، وهذا في صيانته لهم عليه الصلاة والسلام وفي إكرامه لهم وهم أيتام أولاد أخيه. وفيه ما ساق المصنف الحديث لأجله بأنه حلق رؤوسهم كلها لم يقم منها شيئا، لأن هذا أنظف وأريح لهم. نعم. قال رحمه الله: باب الاكتحال والادهان والتطيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحولة يكتحل منها كل ليلة، ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد، ولفظه كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال. اللهم صل وسلم عليه. بوب رحمه الله على هذا الباب، باب الاكتحال والادهان والتطيب، ثلاثة أشياء. الاكتحال بالعيون، والادهان في الشعور وفي الجلد، والتطيب في البدن ولا سيما في المغابن. والاكتحال
أفضل ما يكون بالإثمد إذا كان إثمدا صحيحا غير مخلوط. والإثمد ليس لونه بالأسود الخالص، وإنما هو أسود مشوب بحمرة، وهذا الإثمد أصله حجر يدق ويطحن ويخرج منه هذا الكحل، وفيه إنقى للعين. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل بها، فيأخذ في كل عين ثلاثا، وهذا معنى قولهم يكتحل وتراء. من فعل فقد أحسن، ومن لم يكتحل أو لم يكتحل وترا، هذا محتمل لهذا وهذا، من لم يكتحل بالأصل أو اكتحل شفعا فلا حرج. إذن الأفضل لمن اكتحل أن يكتحل وتراء. وكان صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بكل عين ثلاثة أميال، وكان هذا من أفعال الاستمرار، يكتحل بالإثمد وينام صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الاكتحال هنا جمع بين التطيب وبين التطبب، فأما التطبب فظاهر لأنه ينام بعدها لا يكتحل للناس يتزين لهم، والتطيب يطيب عينه بهذا الاكتحال، ففي اليمنى ثلاثا وفي اليسرى ثلاثا. والاكتحال يسن أن يبدأ باليمنى لأنه تطيب وتكريم، ثم باليسرى. كيف يفعل؟ يبدأ باليمنى واحدة، ثم اليسرى واحدة، ثم اليمنى ثانية، ثم اليسرى ثانية، ثم اليمنى ثالثة، ثم اليسرى ثالثة. هذه الصفة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله. وفي هذا يقول صاحب متن الزاد: ويكتحل وتراء ويدهن ويرتجل غباء أحيانا وأحيانا. وأفضل ما يكون الاكتحال بالإثمد. وها هنا تنبيه، فإنه في الأسواق عند العطارين أنواع من الإثمد مضرة رخيصة ومغشوشة، ونسبة الرصاص فيها كثيرة، وهذه مضرة للعيون. إن تيسر الإثمد الصحيح فالاكتحال به السنة، وإن لم يتيسر فلا يؤذي نفسه أو يؤذي عينه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. رواه النسائي. وعن نافع قال: كان ابن عمر يستجمر بالألوة غير مطراه، وبكافور يطرحه مع الألوة، ويقول: هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم والنسائي. الألوة العود الذي يتبخر به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسك: هو أطيب الطيب. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة. وعن محمد بن علي قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب؟ قالت: نعم، بذكارة الطيب المسك والعنبر. رواه النسائي والبخاري في تاريخه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي. نعم، طيب، لأن مبداها على الاستئناف، وإن بغت تخليها عطف على إن فهي طيبة. نعم. وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. رواه النسائي والترمذي، وقال: حديث حسن. في حديث أنس رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام، أنس بن مالك النجاري الخزرجي الأوسي، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي
من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. أخرجه النسائي. والنسائي أخرجه في الكبرى في كتاب عشرة النساء، وأخرجه في المجتبى وهو السنن. حبب، من المحبب؟ الله جل وعلا، الله الذي حبب إليه. وهذا في مشروعية هذين الأمرين المحببين، الطيب والنساء. حبب إلي من دنياكم، أي من هذه الدنيا، مما يعمل فيها من الأمور العادية، الطيب. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يأنف أشد الأنف أن يلتمس منه الرائحة غير الطيبة، يأنف من ذلك جد عليه الصلاة والسلام. وقد جبله الله عز وجل حتى إن ريح عرقه كالطيب. فكان يحب الطيب صلى الله عليه وسلم، وكان أعظم ما يتطيب به المسك والعنبر كما يأتي. ومن تأمل في أحاديث تطيبه عليه الصلاة والسلام وجد تطيبه بالبخور التي هي الألوة نادرا أو قليلا، فإما أنه كان قليلا في وجوده عندهم، وإنه إنما جاء بعد ذلك في عهد أصحابه وهذا وارد، أو أنه يقدم هذا الادهان بالمسك والعنبر، فهو ادهان وهو أيضا طيب. وعمر رضي الله عنه قالوا أول من جمر المسجد، ولهذا كان نعيم هو المجمر المسؤول عن تجمير المسجد، أي تبخيره بالعود والألوة وما فيها من الروائح الطيبة. وابن عمر رضي الله عنهما كما في الحديث قال كان ابن عمر يستجمر بالألوة غير مطرات، يعني يابسة، وبكافور يطرحه مع الألوة، مثل ما تطرحون المسك أو المستكاء أو المعمول مع الطيب، يجمع هذا وهذا، لأن العبرة ليس بما يتطيب به، وإنما بما ينتج عنه من الرائحة الطيبة. ما ينتج عنه من أين؟ من الرائحة الطيبة. ويقول هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من الأشياء القليلة ليست الكثيرة في استجماره عليه الصلاة والسلام. والألوة هي العود، ويضع معه الكافور ليثبت رائحته، يثبت رائحته. وما له رائحة طيبة تختلف باختلاف أعراف الناس، لكن ليس ما يشتهيه بعض الناس من الروائح وعند غيرهم كريهة يسمى طيبا. مثل الله يعيذنا وإياكم بالدخان والتتن، صاحبه يستطيبه، لكن وإن استطابه صاحبه فهو ذو رائحة خبيثة مؤذية، يأثم هذا المدخن إذا أتى بأثر دخانه ورائحته العاطبة به المساجد، وهو أشد من المباح الثوم والبصل والكراث وما كان له رائحة كريهة، لأن هذه مباحة في نفسها، ومنع صاحبها إذا أكلها أن يأتي المساجد لئلا يتأذى منه المسلمون، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فكيف إذا كان ذلك بالمحرم؟ وفي قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، هل تقديم الطيب على النساء دلالة على أن الطيب أفضل أو للاهتمام؟ ظاهر الأدلة أن التقديم ها هنا للاهتمام، لا لأن الطيبة أولى من النساء، لأن النكاح قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، قد يكون مكروها وقد يكون محرما،
وقد يكون وهو النوع الخامس مباحا مستوي الطرفين، تعتريه الأحكام الخمسة. والطيب هو من المستحبات لا من الواجبات، فقدمه ها هنا للاهتمام. وفي القرآن قد يقدم الشيء للاهتمام به، ومن أشهر أمثلته آية آل عمران في قول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وإيش وتؤمنون بالله. أيهم أهم، الإيمان أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قطعا الإيمان، لكن قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اهتماما وتنويها به. وها هنا قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. ومن حبه للنساء عليه الصلاة والسلام نكاحه، فقد نكح 11 امرأة وتسرى. ومن حبه للنساء أنه رزق البنات صلى الله عليه وسلم، فأولى ما يتناوله حب النساء هو النكاح، وهذه فطرة وهي فحولة ورجولة أيضا. قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، دل على أن الصلاة أحب إليه من النساء ومن الطيب. هي قرة العين، يعني أعلى ما يكون في عين الإنسان وقلبه. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في مهنة أهله يخصف نعله ويرقع ثوبه ويعجن عجينه، فإذا أذن المؤذن قام عنا كأنه لا يعرفنا. عائشة رخيصة في عينه عليه الصلاة والسلام؟ ما هي برخيصة. وكذا أمهات المؤمنين، لكن أجت الصلاة خلاص، حيث أنها قرة عينه، وهي أثقل ما تكون على جمهرة من عباد الله، على رأسهم المنافقون والعياذ بالله. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود، يقال رواه مسلم والثلاثة. هذا الحديث فيه فضل الطيب في عرضه، وفيه فضل استقباله. عرض عليه الطيب أي ليطيبه به فلا يرده، أو عرض عليه الطيب هدية فلا يرده، يأخذه. فاللفظ يتناول هذا وهذا. ولا يرده ها هنا ليس من باب النهي، وإنما من باب الإرشاد، فيحمل على الاستحباب، يحمل على الاستحباب، لأن مخرجه جميعا مخرج الإرشاد، وما كان مخرجه مخرج الإرشاد فإن الأمر فيه ليس للوجوب، كما نبه على ذلك أهل الأصول رحمهم الله. فمتى يرده وليس عليه فيه ملامة؟ إذا كان يتحسس منه. بعض الناس يتحسس من الورد، وبعض الناس يتحسس من العنبر، وبعض الناس يتحسس من البترول. ترى كثير من الأطياب والشيء بترول، ها؟ فيتحسس منها، فهذا ليس عليه بهذا ملامة. وتعليله في قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه أي الطيب خفيف المحمل، ما يكلف، طيب الرائحة، هذا تعليل لأنه لا يرده، لا يرده إلا لسبب. من الذي يجب عليه أن يرد الطيب إذا طيب به؟ المحرم حال إحرامه، فإذا عرض عليه الطيب لا يقبله ويرده، لأنه يقدم أمر الله على ما تشتهيه نفسه. وقد حضر الله على المحرم حال إحرامه
التطيب حضر الله ذلك عليه. وقوله فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة تنبيه لفضل الطيب. ولهذا الحديث من عرض عليه الطيب عرض عليه إهداء كله أو بعضه كما في التطيب فلا يرده. وفيه أيضا مراعاة شعور من عرض عليك الطيب وأهداك إياه. وأهل المروءات لا يستوون مع عامة الناس في هذا المقام وفي غيره. صاحب المروءة والسمو حتى إن كان الطيب يؤذيه يأخذه يراعي حال مطيبه ثم يضعه في مكان بعيد، إن وضعه في رجله أو في منديل، لأنه بهذا لا يرد أو بهذا يراعي شعور مطيبه، وهو بهذا مأجور على قوله عليه الصلاة والسلام فلا يرده، ومأجور بمراعاة شعور أخيه وألا يكدره، أو شعور مطيبه فلا يكدره بذلك. إذا علمنا فضل الطيب وشأنه، ما أفضل الطيب؟ أفضله ما كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، وأفضله ما زكت رائحته. فالطيب إذا زكت رائحته وأحبها الناس فإن هذا من مسوغات فضله على غيره. ولهذا في حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسك هو أطيب الطيب، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. أطيب الطيب يعني أفضله وأكمله. ما المسك؟ هذا من الطاهرات المنفصلة من الأحياء ويلغز به. ما الذي يجوز انفصاله من الحي ويبقى طاهرا؟ قالوا فأرة المسك، فإنه في أنواع من الغزال تستركض. شلون تستركض؟ ها؟ إن كان هو سبود يطردها على رجليه، ترى بعض الرجاجيل سبوق أسبق حتى من الخيل، وإن كان ما هو بسبوق يطردها على الدواب أو على السيارات فتركض، وكلما اشتد ركضها كلما ظهرت غدة في صفانها في أسفل بطنها، مع شدة الركض هذه الغدة تخرج وتنفصل وتغادي مثل الفار. الفار وش أطول ما فيه؟ ذيله ولا إذنه؟ ذيله. تغذي كالفأر، أولها منتفخ ولها الذيل الذي انفصلت به من هذا الجسد. ولهذا يسميها الفقهاء بفأرة المسك. طاهرة ولا حية؟ طاهرة، ما هي بحية. طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. وهذا استثناء من القاعدة المشهورة أن من فصل من حي فهو كميتته. بعض الناس يحبون الضبان، سيدي بن مران إلى الحين تحبونها، فيها 3000. بس يقول ابن شلاش 5000. أي نعم، يلحق له ضب، يغر الضب، فيام دخل وامسكوا مع عكرته، وهذا يسحب وذاك يسحب، والضب عنيد، فإذا انفصلت العكرة بيده وأطيب ما في الضب عكرته، تباح ولا ما تباح؟ ميتة. إلا فأرة المسك فإنها مباحة. ومثلها شعر البهيمة إذا جز، وقرنها إذا قطع، يبقى له الطهورية. فأرة المسك هذه إذا انفصلت تؤخذ ويعمل لها عمل، وإذا عمل بها العمل صارت لها رائحة نافذة،
والعجيب أن أول ما تنفصل رائحتها كريهة تشبه رائحة العذرة سبحان الله العظيم، لكن تطيب بعد ذلك ويعمل لها عمل حتى تكون من أطيب الطيب. ومثله العنبر فإنها نفثة من أنواع الحوت، الحوت الكبير حوت العنبر ينفثها غدة منه، ولهذا من الغدد ما هي ذات وزن عظيم. يخبرنا أحدهم أنه وجد غدة عنبر وزنها تقريبا 20 كيلو، 20 كيلو، وهذه أيضا أول رائحتها خبيثة كريهة، ثم يعمل لها العمل حتى تكون من أنفع ومن أطيب الروائح. والعنبر يثبت أكثر من المسك على غير المحسو على الجمادات، ولهذا يطيب الحجر الأسود والكعبة وبابها بالعنبر. والمسك يثبت، ولهذا تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه في حجة الوداع بمسك أو بذريرة مسك. الذريرة هنا أي للإكثار، حتى إن المسك يرى غبيصه أي لمعانه في مفرق شعره عليه الصلاة والسلام. هنا تطيب قبل إحرامه واستدام الطيب بعد إحرامه، يجوز ذلك. وفي تطيبه بذريرة المسك فيه استحباب أن يكثر من الطيب عند إحرامه. وأذكر أن شيخنا الشيخ محمد رحمه الله، الشيخ محمد بن عثيمين، قد حججنا معه مرار، أنه إذا أراد أن يحرم فرغ التولة كلها على شعره ولحيته وبدنه. ولما سألته قال هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبالفعل ما يضر، لأن هنا جاءت بالتبع، ما أصاب الإحرام منها بعد ذلك لا يضر، إن رآه غسله، لكن يتطيب في شعره وفي رأسه، لأن مدة الإحرام طويلة خصوصا ليلة المزدلفة، يظهر أثر كثر الطيب ليلة المزدلفة بعد التعب والعرق والمشي والشمس، فيبقى عليه أثر الطيب، لأنه في يوم العيد سيرمي ويحلق رأسه ويتحلل. قال وعن محمد بن علي. من محمد بن علي؟ محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها، والله ما أدري هو ولا غيره، لأن محمد بن علي بن حسين ما أظن أدرك عائشة. ذكر شيء المحشي عندكم؟ ها؟ أظن محمد بن علي بن الحنفية، نعم محمد بن علي بن الحنفية، لأنه أدرك عائشة، وهو ابن علي بن أبي طالب، لقب ابن الحنفية لأن أمه كانت من سبي بني حنيفة، وهو من الفقهاء، وقد أدرك عائشة رضي الله عنها. قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب؟ قالت نعم بذكارة الطيب، أي بأطيب الطيب، ذكارته أطيب المسك والعنبر. رواه النسائي والبخاري. ومنهم من قال بذكارة الطيب أي ما يتطيب به الذكور، والعادة أن الطيب مشترك إلا ما جاء العرف بأنه خاص بالنساء أو جاء العرف بأنه خاص بالرجال، فيبقى كل على خصوصيته. وسيأتي الحديث الثاني ما يبين ما يخص به طيب الرجال من طيب النساء. يقول رواه النسائي والبخاري في تاريخه. أي تاريخ للبخاري؟ البخاري له تاريخان، الكبير والتاريخ الثاني والشو الأوسط، ويسمى عند العلماء بالصغير. والتاريخ الأوسط على الشيوخ
التاريخ الصغير على شيوخه والمرويات، والتاريخ الكبير على أسماء الرواة ومروياتهم. ما رواه في التاريخ ورواه في الأدب ورواه في الأجزاء، جزء خلق أفعال العباد وجزء رفع اليدين في الصلاة، شأنها شأن ما علقه في جامعه الصحيح، بمعنى أنه ليس له الحكم بالثبوت والصحة، بل كغيره من الأحاديث. أما ما رواه في جامعه الصحيح متصلا فهذا قد جاوز القنطرة، أي مقطوع محكوم بصحته. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه. وطيب النساء على جهة العطف، ولا على الاستئناف: وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، قد يكون له لون كالزعفران، زعفران طيب، والصفرة طيب، فلا بأس بظهورها، لكن في الغالب أن طيب الرجال لونه أخفى من ريحه، وطيب النساء لونه أظهر من ريحه، ولهذا تحمر المرأة وتصفر تتجمل بها بهذا عند زوجها وعند النساء. لو استخدم الرجل طيب النساء الخاص بهن كان هذا من التشبه، كان هذا من التشبه. وكذا لو استخدم النساء ما يختص به الرجال، ما كان مشترك فهذا سائغ لها وله، كالعود والمسك والبخور والرياحين. طيب، الآن استورد الناس أنواعا من الأطياب تسمى بالبارفانات اللي هي البخاخات، قد يكون هذا من طيب النساء، نقول: ما كان خاصا بهن فلا يتطيب به الرجل، ما كان خاصا بهن، وما كان ذا رائحة طيبة وإن كان فيها نعومة في طيب النساء فلا بأس به، لحديث يوم الجمعة: من غسل وتطيب من طيب أهله، فإن طيب أهله يشمل طيب بيته ويشمل طيب زوجته ويشمل أن يخرج من بيته متطيبا. ولهذا تفوت هذه السنة بعض الإخوان، يحط التولة وين؟ بمخباته، وإذا بلغ المسجد وقبل الخطبة راح يطيب ويطيب اللي عنده، هذا فاتته هذه السنة. طيب، لو تجمر في البيت ثم الحقها المجمر في المسجد لا بأس، أما أن يؤخر تطيبه إلى المسجد فهذا قصر في كمال السنة وفي عملها، قصر فيها. وتطيب الناس يوم الجمعة من السنن، وهي مع السنن من المراجل وفعال الكرام، لأنه مجمع للمسلمين ويوم عيد، وينصرفون فيه إثر هذه الرائحة الطيبة. نعم شيخ، في حديث محمد بن علي، أي يقول المحقق في إسناده انقطاع، أي إذا كان محمد بن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب فنعم لم يدرك عائشة، لكن والله العالم أنه محمد بن علي بن حنفية. قال محمد المحقق بن علي، منه اللي عندك صبحي طارق، وش يقول؟ يقول: فقد صرح الإمام أحمد بأن محمد بن علي لم يسمع من عائشة، أي ففي المراسيل لابن أبي حاتم عن الإمام أحمد أنه سئل محمد عن محمد بن علي سمع من أم سلمة شيئا، قال: لا لم من يسمع. محمد بن علي بن حنفية ولا غيره ما ذكر. أي إلى طارق حليل يحقق، لكن تحتاج لها مزيد بحث، من ينتدب يبحثها لنا، من هو محمد بن علي وماذا سمع من عائشة؟
من ينتدب لها؟ أهداء الدرس القادم إن شاء الله. جزاك الله خير. نعم، هذا المشهور، لكن نبي نشوف الكلام هذا، هذه يكون بجمع الروايات يتبين من هو محمد بن علي. فإن كان محمد بن علي بن الحنفية وقال فيه أحمد أنه لم يسمع من عائشة، فأحمد إمام حافظ، وهذا من العلل التي يعل بها. وعلى كل حال الحديث وإن كان فيه كلام على عدم الثبوت، لكن معناه صحيح، فإن يطيب المرأة في لونه، ولهذا يصفر ويحمر. جت الآن المكياجات بالمبالغ الباهظات. أي نعم، حديث محمد بن علي يا شيخ في المسك والعنبر. سم حديث محمد بن علي في المسك والعنبر. أي نعم، أي نعم، السابق، حديث السابق، حديث أبي هريرة. أي نعم، في ذكارة المسك والعنبر. نعم، حسن الله عليك. قال رحمه الله: أبواب صفة، باب الاطلاء بالنورة. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اطلى بدأ بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده أهله. رواه ابن ماجه. وسائر جسده أهله، أي طلى أهله سائر جسده. رواه ابن ماجه. هذا الحديث من رواية حبيب ابن أبي سلمة عن أم سلمة، وقد أعل بعلتين. الأولى ضعف حبيب ابن أبي سلمة، والثانية عنعنته، كان مدلسا. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يطلي بالنورة، أي يزيل الشعر بالنورة. النورة مادة حارة تزيل الشعر، تزيل الشعر، فطلاها بالنورة، وطلى سائر أهله جسدهم بالنورة، يعني أجسادهم النساء تزيل الشعر، لأن الشعر مما يعيب المرأة فتتجمل بإزالته. والشعور من حيث هي ثلاثة أقسام، فشعر أمرنا بإزالته كشعر الشارب وشعر اللحية. اللحية ما نزيلها، أجا وراها الناس جاطلين لحاهم واتبعوا معلحة الشوارب، حتى غدا الرجال مثل المرأة العجوز، ما تفرق بينهم إلا بالعمامة. أحاول لا قوة إلا بالله. الشعر الذي أمرنا بإزالته شعر الشارب وشعر الأبيطين وشعر العانة. وسبق لنا في حديث حماد أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت فيها كم؟ 40 ليلة. هذا شعر أمرنا بإزالته. ومنه شعر الرأس في النسك. النوع الثاني شعر حرم علينا إزالته. عدوا معي: شعر الرحلة اللحية للرجل، وشعر الحاجبين للرجل وللمرأة، وشعر رأس المرأة في النسك. فإن النبي نهى المرأة عن التحليق، لا يجوز للمرأة أن تحلق رأسها. نوع ثالث شعر مسكوت عنه، كشعر الساقين وشعر الساعدين وشعر الصدر والرقبة، مسكوت عنه. فهذا المسكوت عنه يحتف به أمر آخر، فإن كان من شأن النساء إزالته فلا يجوز للرجال أن يتشبهوا بالنساء. هذا إذا كان من شأن الرجال النساء إزالته. وإذا كان هذا الشعر يؤذي الإنسان، فما آذاه أزال ما يؤذي منه. الشايب السبير يطيح هدب حواجب على عينه، يزيله ولا ما يزيله؟ يضم بعضه إلى بعض، فإن انكفى والحمد لله، وإلا جاز قصه للكبير بدفع الضرر، بدفع الضرر. مثله
من يتأذى من لبس الشراب في رجليه، إذا لبس الشراب سيتحكحك، فله أن يزيل هذا الشعر الذي آذاه، والحالة هذه. نعم. وفيه جواز إزالة الشعر الذي أمرنا بإزالته سواء بالنتف أو بالحلق أو بهذه العناصر، ومنها النورة ومنها الأصباغ التي تزيل الشعر. عند النساء ما يسمى بالحلاوة، ما تسمى بالحلاوة فلا بأس. نعم. إيه ولو أنت شباب يا سعيد. يسأل سعيد عن سعيد الشهري عن إزالة الشعر بالليزر. الشعر الذي أمرنا بإزالته يجوز أن يزال بالليزر، لكن بغير كشف عورة، فالأبط لا بأس به، أما العانة فلا يجوز، وقد بليت نساء المسلمين بهذا الليزر وكشف العورة به، حتى ربما أخذ شعر العانة أو شعر الدبر، وهذا كشف عورة لا يسوغه هذا الفعل بإزالته. أيضا ينضاف إلى أمر الليزر أمر آخر وهو غلاء قيمته، فهذا أنا أخشى أنه يدخل في البطر وفي الترف وفي إنفاق المال في غير مستحقه، لأن الليزر أنواع يضبطونه بمدته ومراكزه، بعض المراكز المتقدمة الجلسة تأخذ كذا وكذا من القيمة. إذا ثبت الضرر، وللغالب أن الليزر هذا ضرره محدود، وأنا أقول لكم هذا يا أخواني حتى أن من الصالحات من طالبات العلم من بليت بهذا. ليه؟ لغرض التجمل، ولهذا باب التجمل والزينة عند النساء باب له مزالقه، ولهذا أكثر اللعن الذي جاء على هذا الباب لعن النبي عليه الصلاة والسلام النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. ليه؟ يريدنا التحسن والتجمل فيوقعهن الشيطان في ماذا؟ في موجبات اللعن. نعم. قال رحمه الله: أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه. لما فرغ مما يتعلق بآخر كتاب الطهارة، وهي الأبواب التي ساقها في السواك وسنن الفطرة وما يلتحق بها من الطيب وإزالة الشعور والاكتحال، بدأ بأبواب صفة الوضوء وصفة الطهارة. وقوله أبواب لأنها أكثر من باب، وسبق لنا أن من منهج مجد الدين بالبركات رحمه الله أن فقهه يظهر في هذه التبويبات وفيما يرتبه على هذه الأبواب من جلائل الاستنباطات. نعم. باب الدليل على وجوب النية له. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى. كذا بالنيات ولا بالنية؟ بالنيات. كلكم بالنيات، ما في بالنية؟ إنما الأعمال بالنية، لأن اللي أنا أذكره في نسخة المنتقى إنما الأعمال بالنية، وهي إحدى الروايات في الحديث. نعم، الرواية التي قدم بها الإمام البخاري كتاب بدء الوحي من صحيحه هي إنما الأعمال بالنيات على جهة الجمع، وقوله بالنية على اعتبار الجنس الذي يفيد الجمع. نعم. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه الجماعة. الله أكبر. هذا حديث عظيم، وهذا الحديث عمدة الإسلام، فإن حديث عمر مع حديث جبريل
قام عليهما الدين كله، حديث عمر هذا. وقد رواه الإمام البخاري في فاتحة صحيحه في أول صحيحه في كتاب بدء الوحي، قال فيه رحمه الله: حدثنا الحميدي وأبو بكر عبد الله بن الزبير قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد يعني الأنصاري قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي قال سمعت علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت أمير المؤمنين أبا حفص عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يحدث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث رواه الجماعة، رواه عن عمر علقمة بن وقاص، ورواه عن علقمة بن وقاص الليثي محمد بن إبراهيم التيمي، ورواه عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، ورواه عن يحيى أكثر من 200 راوي. ولهذا يمثلون بهذا الحديث مثالا على الحديث العزيز، العزيز الذي رواه واحد عن واحد. المقصود أن هذا حديث عظيم عليه قوام الدين، مع حديث جبرائيل في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان. ومن أهل العلم كما هو المشهور يقول إن الدين يقوم على 4 أحاديث، هذا الحديث وحديث النعمان اتقي الشبهات، فمن استبرأ لدينه استبرأ لعرضه، وحديث ازهد فيما عند الناس يحبك الله ويحبك الناس، وحديث دع ما لا يريبك إلى ما لا يريبك. قالوا هذه جماعة الدين، حتى قال الناظم: عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اتق الشبهات، وازهد، ودع ما لا يريبك، واعملا بنية أو واعملا بالنية. إنما الأعمال بالنيات، استدل به المصنف على أن الوضوء لا يصح إلا بنية، لأنه عبادة فينوي رفع الحدث، ما هو بيتكلم بها ولا يوسوس بها، قيامه للوضوء لرفع الحدث، فهذه هي النية الكافية. والنية شرط لكل العبادات المفروضة، وهي مستحبة في العبادات المستحبة، ولا يصرح بالنية إلا في عبادتين: في النسك حجا أو عمرة، أو في النسيكة وهي الأضحية. ففي هاتين العبادتين يستحب إظهار النية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في نسك قال: لبيك حجا، لبيك عمرة، وفي النسيكة قال: بسم الله، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن آل محمد. في الثاني قال: بسم الله، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عمن لم يضح من أمة محمد. والتصريح بالنية في غير هاتين العبادتين من البدع والمحدثات، حتى لو كان في صلاة: اللهم إني نويت أن أصلي العشاء 4 حضرا لا سفرا مقبلا غير مدبر، هذا بدعة، وإن كان هو معتمد لبعض المذاهب فهذا أمر محدث. الصيام لا يصرح به: نويت اللهم أني أصوم، نويت رمضان حضرا، تصريح به بدعة، وإنما النية وين محلها؟ محلها القلب. حتى في النسك حجا أو عمرة محل النية القلب، وهي ركن من أركان النسك، إظهارها مستحب، إظهارها بالقول مستحب. ولهذا التلبية حقيقتها إظهار هذه النية، إظهار هذه النية. لو نوى ولم يصرح
أتى بالواجب وليس عليه شيء. طيب، إنما الأعمال بالنيات، إنما أسلوب حصر، العمل يقبل بالنية. والنية عند العلماء نيتان، الأولى وهي الأعظم، نية المعمول له، لمن عملك؟ إن كان لله فهو توحيد وإيمان، وإن كان لغير الله فهو شرك ورياء، هذا يسمى بنية المعمول له. النوع الثاني نية تمييز العبادة، نية تمييز العبادة، قام يصلي، وش الصلاة، فرض ولا نفل؟ تحددها النية. النوع الثاني من النوايا نية المعمول له، نية تمييز العبادة، فهذا الذي قام يصلي، وش الصلاة، فرض ولا نفل؟ تحددها نيته. ثم هذا الفرض، أي الفروض؟ وصلى 4 ركعات، هل هي الظهر أو العصر أو العشاء؟ تحددها نيته، فهذه نية تمييز الأعمال. أخرج صدقة، هل هي فرض ولا نافلة؟ تحددها نيته، فهذا نية تمييز العمل. ونية المعمول له فرض في حق الله إيمانا وتوحيدا، ونية تمييز العمل واجبة، لهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، أكدها بقوله وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم ذكر أمرا عظيما تقوم عليه النية على جهة التمثيل، وهي أمر الهجرة. الهجرة هي الانتقال، فمن كانت هجرته انتقاله من بلده إلى الله ورسوله، الهجرة إلى الله ورسوله هجرة واجبة في من خشي على دينه في بلده، وبلده بلد كفر، فيتتعين عليه الهجرة، لا يعذر منها إلا المعذور، وهم الولدان والنسوان والذين لا يستطيعون سبيلا. فالهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام واجبة لمن عجز عن إظهار دينه، فأما من قدر على إظهار دينه فهجرته مستحبة. قول الله جل وعلا في آية النساء إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا أي الملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنه. ابن عباس يقول أنا من الولدان، وأمي أم الفضل من النساء، لأنهم تحت أبيهم وتحت زوجها العباس، فهم من المستضعفين. وكذلك من الرجال من هو مستضعف ما يقدر، فهذا معذور. وهناك هجرة مستحبة، أظهر دينه لكنه في بلد آخر يكون أقوى لدينه. ولهذا انتبهوا يا إخواني، أفضل بقعة للإنسان ما زاد فيها إيمانه، هذا أفضل البقاع، ما زاد فيه إيمانك، فإن البقاع لا تزكي أحدا. مكة وهي أفضل البقاع فيها أئمة الكفر وصناديده ولا لا؟ والمدينة وهي تليها في الفضل فضل البقاع فيها رأس النفاق وجمهرة أهله على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أفضل البقاع للإنسان ما زاد فيه إيمانه، هذا العبرة. والدليل أن الصحابة رضي الله عنهم أكثرهم انتشروا وين؟ في الأرض، مجاهدين ودعاة قائمين بدين الله عز وجل. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أي بنيته، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها تجارة منصب عمل أو إلى امرأة ينكحها، الفعل واحد لكن ما الذي اختلف فيه؟ النية، فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولهذا هاجر الصحابة رضي الله عنهم من مكة ومن غيرها إلى المدينة،
استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس بالهجرة. قالوا وهاجر رجل لينكح أم إيش؟ ها أم قيس في المدينة، فسمي بمهاجر أم قيس. هذا مما يذكره الشراح في هذا المقام، استرجمها هنا عليه بأنه لا بد في النية للوضوء، لأن الوضوء شرط للصلاة وهو عبادة، فينوي رفع الحدث، مهو بينوي أن يتوضأ لهذه الصلاة، ينوي رفع الحدث فيصلي برفع حدثه ما شاء الله له من الصلوات المفروضة والنافلة، وما يتوضأ لمثله كمس المصحف والطواف وغير ذلك. نعم. باب التسمية للوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد مثله، والجميع في أسانيدها مقال قريب. وقال البخاري أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن، يعني حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه. وسئل إسحاق بن راهوية أي حديث أصح في التسمية، فذكر حديث أبي سعيد. باب التسمية في الوضوء أو للوضوء، وقد جاء فيها ثلاثة أحاديث أشار إليها الماتن رحمه الله، فبدأ بحديث من أبي هريرة، وأشار إلى حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وإلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم. يقول الحافظ بن كثير وهذه الأحاديث يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا، والحديث أقل ما فيه أنه حسن باعتبار هذه الطرق والشواهد، وإلا كما قال المجد رحمه الله فيها مقال قريب، أي فيها ضعف لكنه منجبر، فمعنى قوله قريب أي منجبر ومحتمل. بدأ رحمه الله بحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له. لا صلاة هذا نفي للجنس، أي لا صلاة صحيحة، ولهذا انعقد الإجماع على أن من صلى بغير وضوء وش حال صلاته؟ باطلة، ويدل عليه ما في الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فهذه اللا نافية للصحة. ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. من هذا أخذ العلماء أن التسمية واجبة عند الوضوء، إما في أوله أو في أثنائه، ولهم فيها ثلاث مذاهب: الوجوب مطلقا، والقول الثاني أنها واجبة مع الذكر إذا ذكر ذلك، ساقطة عنه إذا نسي، والثالثة أنها سنة. ومذهب الأصحاب الحنابلة أن التسمية واجبة مع الذكر، تجب التسمية عند الوضوء مع ذكر ذلك، فإذا نسيها دخلت في عموم ما عفى الله عز وجل وتجاوز عن هذه الأمة بماذا؟ بالخطأ والنسيان. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، في قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت، فهذا وجه وجوبها مع الذكر. فإن ذكر التسمية ولم يسمي فظاهر الحديث أن وضوءه غير صحيح، أن وضوءه غير صحيح لقوله ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. واسم الله جاء عاما ورجع في تقييده إلى سنته عليه الصلاة والسلام، وهو التسمية بذكر الله بالتسمية، ويسمي قبل وضوئه أو في أثنائه. طيب الآن المواضي داخل الله يعزكم الحمامات،
قالوا يسمي قبل دخوله تسمية تكون شاملة لدخول الخلاء وللوضوء. والمنهي عنه في ذكر الله هو مكان قضاء الحاجة الكرسي، أما المغسلة ولا سيما حمامات الناس اليوم غرف نوم من كبرها، ولا لا يا أخواني؟ واسعة، حتى إن من حماماتهم ما هي أوسع من حجرات النبي عليه الصلاة والسلام، فإن حجراته 6 أذرع في 6 أذرع كل حجرة، يعني 3 متر في 3 متر، وبعض الناس حماماتهم أوسع من هذا. فاللي منهي عنه ذكر الله فيه هو موضع قضاء الحاجة الكرسي، كرسي عربي أو كرسي إيش مرتفع. أما المغسلة ومكان الاستحمام فهذا لم ينهى عن ذكر الله عز وجل فيه. البخاري رحمه الله يقول أحسن ما في هذا الباب حديث سعيد بن زيد وإسحاق بن راهوية، هكذا ينطقها أهل الحديث، راهوية، زنجوية، سيبوية، وهي من أسماء الأعاجم الفرس، وأهل اللغة ينطقونها راهويه، سيبويه، زنجويه. وإسحاق ابن منصور ابن راهوية هو الحنظلي مولاهم صاحب الإمام أحمد ابن حنبل، لكن أحمد رحمه الله مع أصحابه كإسحاق ويحيى بن معين وعلي بن المديني وأمثالهم كما قال نابغة ذبيان لما مدح المنذر بماء السماء: ألم ترى أنك شمس والملوك كواكب إذا ظهرت لم يبدو منهن كوكب. ضاع ذكرهم عند عامة الناس مع ذكر أحمد، ولا يعرف هؤلاء إلا طلبة العلم وأهله. يقول لما سئل أي حديث أصح في التسمية فقال حديث أبي سعيد كلها لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. في مجموع الأحاديث فيها أن اللاء هنا إما نافية للصحة أو نافية للكمال بحسبها، فنافية للصحة مع الذكر ونافية للكمال مع النسيان. نعم. قال رحمه الله: باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل. عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف 3، أي غسل كفيه. رواه أحمد والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. رواه الجماعة، إلا أن البخاري لم يذكر العدد. وفي لفظ الترمذي وابن ماجة: إذا استيقظ أحدكم من الليل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين طافت يده. رواه الدارقطني وقال: إسناد حسن. وأكثر العلماء حملوا هذا الاستحباب مثل ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. متفق عليه. بوب رحمه الله على هذا الحديث برواياته بابا قال: باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل، فكأنه يفرق بين نوم الليل ونوم غيره. الصفرة نوم ليل ولا نوم نهار؟ ها؟ وش هي الصفرة؟ ها؟ لا لا، الصفرة هي نوم الكسالى بعد الفجر، هذه الصفرة. الصاد ولا بالسين؟ ها؟ الصاد ولا بالسين؟ صفرة ولا سفرة؟ لا، الصفرة بالصاد. ها؟ يقول بروح أصفر، يعني يحط إصبعه بثمه ويصفر. العوام هوام ترى.
ومنه نوم القائلة. متى نوم القائلة؟ الضحى السبير. هكذا كانوا يقيلون، لأنهم إذا قاموا قبل الفجر أو الفجر اشتغلوا في عملهم إلى أن يحتاجوا إلى الراحة قبل الظهر، خصوصا في الصيف. الحين يقيلون متى؟ قبل الظهر بارتباط عمل الوظائف. وكان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يقيل بعد العصر، الذي يعده الناس الآن من فضائع الأمور، ويرون فيه حديثا باطلا: واحذر نوم العصير فإنه يورث الفتى جنونا والعقل خبالا. عقل الناس وأكملهم عقل شيخنا رحمه الله، ما ضره من عرفناه في المدينة، ثم في الرياض ما هو بيقيل إلا متى؟ إلا بعد العصر. حنا ندرس يبا، لا أنت تمسي بالخير، الدرس ما أبو تمسي بالخير. فكان يقيل بعد العصر، وهذا لا يضره، هذا لا يضره حتى إن استثقله الناس. إذا استثقله الناس نوم العصر، استثقالهم أمر طبعي ما هو بأمر شرعي، وما كان أمرا طبيعيا الحمد لله، الأمر فيه سهل والخلاف فيه يسير ولا عبرة به. هذا الغسل، غسل اليدين، هل هو لنوم الليل أو لكل نوم؟ عام، لكن أكثر الأحاديث جاءت على الاستيقاظ من نوم ليل، والذي يظهر والله أعلم أنه للنوم الطويل، هو الذي لا يدري أين باتت يده أو أين عبثت يده، والأمر فيه للوجوب كما هو ظاهر الأحاديث، وهذا الذي كان يرجحه غير واحد من علماء الحديث، أن الأمر فيه للوجوب. لكن هل يغسله مرة أو ثلاثا؟ البخاري لم يذكر عددا في روايته، وغيره ذكر الثلاثة. فإذا عملنا قاعدة حمل المطلق على المقيد صار غسل الثلاث، وإذا بقي العموم على المطلق على عمومه يكون الغسل مرة واحدة، واللي يظهر أنها ثلاث تعبدا، حتى لو جعل على يده كيسا أو ربطها هنا التعبد. وغسل اليدين ثلاثا هذا كما أنه من فروض الوضوء أيضا يبدأ به وضوءه. قال: رأيت النبي، حديث أوس ابن أوس الثقفي رضي الله عنه، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا، أي غسل كفيه ثلاثا، في نوم ولا في غير النوم. وفي حديث أبي هريرة: يستيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا. فيه تقييد أنه لا يغمس يده في الإناء، لأن ما عندهم هكذا وقت بزابيز وحنفيات، إنما يغرفون، فنهى أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، لئلا يقذره على نفسه وعلى غيره. إذا كان ما عنده إناء يكفى الإناء حتى يغسلها ثلاثا، إذا كان ما عنده إناء يغرف به يكفى الإناء حتى يغسلها ثلاثا، والحكم معلل، لكن العلة هنا ليست علة مضطردة. في حديث الترمذي: يستيقظ أحدكم من الليل، والحديث عام. يقول الماتن الشيخ مجد الدين أبو البركات رحمه الله أن هذا محمول عند أكثر على الاستحباب، ما الصارف له على الاستحباب؟ حديث أبي هريرة الآخر: إذا استنثر أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. والاستنثار ثلاثا مستحب ليس بواجب، لو استنثر مرة كفاه. قالوا: هذا هو الصارف له عن ذلك، عن الوجوب إلى الاستحباب. وأهل الحديث وشيخنا رحمه الشيخ ابن باز يرى أن الأحاديث دالة على الوجوب، وهذا الصارف ليس بظاهر من الوجوب للاستحباب، فيبقى على الوجوب. واحدة أو ثلاث؟ نقول الأولى ثلاثا، خروجا من خلاف العلماء.
نقف على هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.